صراحة جد سعيد لانضمام لي نادي كما الهلال، نادي كبير وتاريخي ليلعب على أدوار طلائعية دائما وأكبر فريق في آسيا. فبالنسبة لي فهو تحدي جديد في مسيرتي الكروية، و أنا يعني جيت لعقلية باش نكتب تاريخ إن شاء الله مع نادي الهلال. كما قلت لك من قبل فهو بالنسبة لي تحدي جديد في مسيرتي، وأظن يعني الجماهير الهلال تنتظر أشياء كبيرة، وبالنسبة لي يعني شيء إيجابي لأنني أحب التحديات وأحب أن أكون في مكان ليكون فيه انتظارات كبيرة، وأتمنى أن أكون في أحسن مستوى ديالي ونكتب تاريخ إن شاء الله مع نادي الهلال. نعرف الهلال من قبل يعني سنوات، يعني كان لعبنا أمام الهلال مع الوداد في دوري أبها، وشفت يعني القاعدة الجماهيرية اللي عنده. ومؤخرا رغم أن أنني ابن الوداد وشفت المقابلة، فكنت عارف بأن المقابلة ما تكونش سهلة لأن الهلال فريق قوي. أراكم في الرياض. أهلا وسهلا، مبروك التعاقد، الله يوفقك مع الفريق، إن شاء الله كثير من البطولات مع بعض بإذن الله. مستعدين لجلسة التصوير، let's go. بس الأهم هو تحقيق الذهاب.